طبعا فترة الاسترداد هو يعني 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 مؤشر سهل وبسيط وواضح، لكن يعني يعني يعترضه بعض يعني الانتقادات. من اهم هذه الانتقادات اللي بتواجه معيار فترة الاسترداد ان هو لا ياخذ القيمه الزمنيه للنقود، لا ياخذ القيمه الزمنيه للنقود، ولذلك هنلجا الى المعيار اللي احنا هنتكلم فيه، المعيار رقم 3 من معايير الربحيه التجاريه في ظل التاكد، اللي هو صافي القيمه الحاليه. فصافي القيمه الحاليه، قبل ما ندخل في صافي القيمه الحاليه لازم نتكلم عليه شويه. صافي القيمه، معيار صافي القيمه الحاليه، يطلع ايه بقى صافي القيمه الحاليه ده، وايه هي المناسبه للكلام عن صافي القيمه الحاليه؟ ابتداء لازم نعرف ان القوة الشرائية للنقود بتنهار عبر الزمن، القوة الشرائية للنقود بتنخفض، او بلاش نقول بتنهار ولكن نقول بتنخفض تدريجيا عبر الزمن بفعل التضخم وبفعل ارتفاع المستوى العام ده في الاسعار. فكل ما ارتفع المستوى العام للاسعار كل ما انخفضت قوة الشرائية للنقود. فعلى سبيل المثال لو كنا مثلا الريال ايام جددنا ليس هو الريال يعني ايام ايام ابائنا، والريال برضو ايام ابائنا ليس هو الريال ايامنا في الوقت الحالي، ليس هو الريال ان شاء الله في المستقبل مع اولادنا واحفادنا. يعني عايز اقول ان القوة الشرائية للعملة بتنخفض مع مرور الزمن، ولذلك لازم نلجأ الى حساب القيمة الحالية ونحسب صافي التدفقات النقدية في المشروع بطريقة القيمة الحالية. طيب عشان نحسب صافي القيمة الحالية بنضرب صافي القيمة الحالية، او اللي يعني القيمة الحالية تساوي، بنقول ان القيمة الحالية تساوي ايه؟ تساوي المبلغ نفسه اللي احنا، او صافي التدفق نفسه اللي احنا حسبناه، خلاص المبلغ في حاجة اسمها معامل الخصم. معامل الخصم، وما هو معامل الخصم؟ خلاص المبلغ ده اللي هو صافي التدفق نفسه، صافي التدفق، تمام؟ يبقى هذا المبلغ هو صافي التدفق، لكن معامل الخصم، ما هو معامل الخصم؟ قال لك معامل الخصم، وده شيء مهم جدا جدا جدا، معامل الخصم ما هو الا 1/1 زائد عين الكل اس نون. طيب الواحد ما خلاص، وهنا برضو واحد، طب ما هو العين؟ قال لك العين هي المعدل، معدل الخصم. طب والنون اللي هي السنة. طيب يعني لو انا قلت لك دلوقتي اذا علمت ان سعر الفايدة مثلا او معدل الخصم كان مثلا، لو انا قلت على سبيل المثال احسب معامل الخصم اذا كان مثلا معدل الخصم 10%، يبقى معامل الخصم يساوي ايه؟ هتقول في هذه الحالة يساوي 1/1 زائد 10% الكل اس ايه؟ اس نون. ونون دي قد تكون صفرا في السنة، صفر قد تكون 1 2 3 على حسب السنوات اللي انا بتحدث عنها. من خلال هذه المعادلة بحصل على قيمة معامل الخصم. معامل الخصم ده اللي بضربه في صافي التدفق النقد السنوي عشان اجيب القيمة الحالية. طيب ممكن نحسب، ناخد مثال هيوضح لنا الصورة بشكل احسن. المثال عندنا بيقول، بسم الله، بيقول لك في المثال تقدر التكاليف الاستثماريه لمشروع ما ب 40,000 ريال. التكاليف الاستثماريه لمشروع 40,000 ريال. كما قدر صافي التدفق النقد السنوي الجاري خلال عمر هذا المشروع باربع سنوات 12,000، 18,800، 19,200، 12,200 بمعدل خصم 20%، والمطلوب يحسب لنا صافي القيمه الحاليه. وما رايك في المشروع؟ هل يقبل هذا المشروع او يرفض؟ طيب فيما يتعلق برايك في هذا المشروع، يقبل او يرفض؟ المعيار زي لسه متحدثين الآن، وقلت المعيار في فترة الاسترداد هو طبعا الفترة الأقل. فإذا كان لدينا عدة مشاريع زي ما شفنا في المثال السابق، واحد يعطينا 5 سنوات استرداد، واحد يعطينا 3 سنوات ونص استرداد، واحد يعطينا 2.5 سنين استرداد، فاحنا بنختار الأقل. أما في صافي القيمة الحالية هنختار طبعا لو عندنا عدة مشاريع بنختار الأعلى. بس افرض عندنا احنا بنقيم مشروع استثماري أو رؤية استثمارية واحدة فقط، فالفكرة الاستثمارية الوحيدة دي أو المشروع الواحد، المعيار في اتخاذ القرار فيه أن يكون صافي القيمة الحالية رقم موجب. فإذا كان رقم موجب نقول يقبل المشروع، وإذا كان رقم سالب يرفض هذا المشروع. حساب صافي القيمة الحالية هنعمل هذا الجدول، يعني استنى ما نصمم الجدول بعدين نكمل. المشروع بعد كده صافي التدفق النقدي السنوي، بعد كده معامل الخصم، معامل الخصم عند 20%، بعدين القيمة الحالية صفر،
هون صافي القيمة الحالية، صافي القيمة الحالية تساوي صافي تساوي القيمة الحالية الخارجة. طيب ماشي. طيب بالنسبة بقى لحساب صافي القيمة الحالية، عشان نحسب صافي القيمة الحالية لازم نعمل الجدول اللي أمام حضراتكم الآن، جدول يعني بسيط مكون من أربع عمدان: عمر المشروع، صافي التدفق النقدي السنوي، معامل الخصم عند 20% وهي المعطى، القيمة الحالية. طيب إحنا كده كتبنا عمر المشروع سنة 0 1 2 3 4 لأن المشروع بتاعنا عمره 4 سنوات، دي كلها معطيات، صافي التدفق النقدي السنوي برضو من المعطيات، قال لك في السنة الصفر طبعا كان عندنا التكاليف الاستثمارية عندنا 40,000 وبنحطها ما بين قوسين على اعتبار إن هي فلوس خارجة من المشروع، وفي السنة الأولى كان أعطانا هذا المشروع 12,000 وفي السنة الثانية 18,800 وفي السنة الثالثة 19,200 وفي السنة الرابعة 12,800. طيب معامل الخصم يأتي بقى، يعني هذا معطى ممكن نكتب عليه كده وهذا معطى. طيب معامل الخصم عند 20%، لا هذا العمود لابد وان يحسب، هذا العمود ولابد وان يحسب بالمعادلة السابقة اللي احنا لسه منتهيين منها من شوية، اللي احنا قلنا فيها ايه بالظبط، اللي احنا قلنا فيها ان معامل الخصم عبارة عن معامل الخصم عبارة عن 1/1 + 2 خلاص الكل اس ايه بس نو، يعني بيساوي ايه 1/ في هذه في هذا المثال او في هذا التمرين يساوي ايه 1/1 + 20% الكل اس ايه اس نو، يعني بيساوي ايه برضو من النهايه بيساوي 1/1.20% الكل اس نو، يعني نشيل بقى النون مره ونحط ما بدلها السنه صفر وبعدين السنه واحد وبعدين السنه 2 3 4 يعني على هذا النحو. يعني في السنه الاولى في السنه صفر هنقول ان معامل الخصم يساوي 1/1.20% الكل أس صفر، طبعا الكل أس صفر دي تساوي إيه؟ يعني 1/1.20% أس صفر، أي شيء أس صفر بواحد، أي شيء أس صفر بواحد، يبقى 1/1 يبقى 1/1 بيساوي 1. يبقى دلوقتي لما يقول لك إن عندنا دلوقتي في سنة اسمها السنة صفر، يبقى معامل الخصم عند السنة صفر في أي مشروع في أي مثال أو أي تمرين من التمارين لو تعرضنا ليها، يبقى في السنة صفر على طول معامل الخصم عند السنة صفر في أي تمرين وفي أي مثال على طول يساوي الواحد الصحيح. ليه؟ لأن دلوقتي لو أنا قلت 1/1 وي أي معدل 10 20 30 أي معدل، بس المهم إن هو أس صفر، فأي حاجة أس صفر بواحد يبقى 1/1 بيساوي 1، يبقى في أي تمرين لازم نعرف هذا في السنة صفر على طول معامل الخصم في أي تمرين 1. طيب عايزين بقى نجيب دلوقتي معامل الخصم بس في السنة الأولى والثانية والثالثة، والله هي نفسها بالظبط، بس هشيل الصفر وأحط مكانه 1 وأشيل الصفر وأحط مكانه 2 وأشيل برضه الصفر وأحط 3 و4 على هذا، يعني زي ما هنشوف دلوقتي. بصوا كده معايا، في السنة واحد هتبقى معامل الخصم يساوي 1/1 + 20% الكل أس 1. طيب هيساوي بالآلة الحاسبة لما تيجي 1/1.20% 1/1.20% الكل أس 1 بالآلة الحاسبة هيعطيني بالظبط يا شباب، هيعطونا 8 × 20 = 8 3 3. بعد ما حصلت على هذا الرقم بالآلة الحاسبة أجي هنا واروح كتبه على طول، يساوي 8 × 20 = 8 3 3. طيب وفي السنة 2 برضو نفس الكلام، هطبق نفس الكلام أقول إن معامل الخصم بيساوي 1/1.20% بس الكل أس 2 بالآلة الحاسبة هيعطيني 694 من ألف. طيب في هذا برضو يبقى 1/1.20% الكل أس، مش هيبقى 2 بقى، هيبقى أس 3 بالآلة الحاسبة هيعطيني 579. طيب برضو نفس الكلام، هشيل دلوقتي النون واحط مكانها ايه 4 بدل ما هي 0 ولا 1 ولا 2 ولا 3، لا هتبقى 4، يبقى 1/1.20% الكل اس 4 بالآلة الحاسبة هيعطيني 400
82. طيب يبقى اذا دلوقتي في الجدول اللي احنا شايفينه امام حضراتكم الان هذا العمود معطى، هذا العمود معطى، احنا دلوقتي بنحسب هذا العمود وبنحسب هذا العمود. العمود ده معامل الخصم، وعرفنا دلوقتي المعادله اللي من خلالها بنحسبها اللي هي 1 على 1 زائد عين اس نون، والنون ديت قد تكون 0 قد تكون 1 قد تكون 2 3 4 وفقا للمعطيات اللي عندك في المشروع. طيب وصلنا بقى للعمود المهم اللي هو العمود الاخير. ازاي احسب هذا العمود؟ بسيطه خالص وسهله جدا، مجرد ان انا بضرب العمود رقم 2 في العمود رقم 3 بحصل على عمود رقم 4. يعني لو ضربت هذا العمود في هذا العمود الاثنين ضربوا مع بعض كده يساوي هذا العمود. يعني عايز اقول 40000 في 1 يساوي 40000 في 1 يساوي 40000. خلاص 40000 ما بين قوسين برضه زي ما هي اهي. طيب بعد كده 12000 في فاصل 833 هيعطيني على طول بالآلة الحاسبة حوالي، هيعطيني بالآلة الحاسبة هيعطيني 9996. طيب ولو ضربت دلوقتي 18800 في 694 هيعطيني بالآلة الحاسبة 1304 7 علامة 2. طب ولو ضربت 19200 في علامة 579 بالآلة الحاسبة يعطيني 1111416 علامة 8. طيب وبالآلة الحاسبة لو ضربت 12800 في 482 من 1000 هيعطيني بالآلة الحاسبة 6169 علامة 6. طيب دلوقتي انا اجيب دلوقتي صف القيمة الحالية ازاي؟ احنا معروف ان صف القيمة الحالية ما هو الا الفرق بين القيمة الحالية للتدفقات الداخلة ناقص القيمة الحالية للتدفقات الخارجة، فالصف هو الفرق بين الداخل والخارج. فالداخل عندي هنا كام؟ لو ده لاحظنا كده ملاحظة بسيطة جدا، الداخل عندي من اول فين؟ من اول هنا، من اول السنة الأولى لحد السنة ايه؟ لحد السنة الرابعة. لو جمعت الرقم هذا مع هذا مع هذا مع هذا هو ده بالظبط القيمة الحالية للتدفقات الداخلة، واشيل منه ال 40000 اللي هو الرقم الاخضر هذا هحصل على صافي التدفق النقدي دي صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية. طيب يبقى لو جمعت هذا وهذا 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 وطرحت منه 40000 هحصل على النتيجة النهائية اللي هي 329.6. طيب في هذا الرقم، هذا الرقم رقم موجب ام سالب؟ طبعا واضح ان هو رقم موجب، يبقى هنا يقبل المشروع ولا يرفض المشروع؟ في هذه الحاله يقبل المشروع. ليه؟ لان صافي القيمه الحاليه لهذا المشروع طالع رقم موجب. يبقى احنا المعيار في صافي القيمه الحاليه ان احنا نحسب هذا الرقم موجب ام سالب، فاذا كان موجبا يقبل المشروع واذا كان سالبا يرفض المشروع. طب افرض طلع صفر، لو طلع صفر يبقى نلجا لمعيار اخر زي معايير اللي احنا هنحكيها بعد شويه او معيار فتره الاسترداد السابق الحديث عنه. طيب طيب هنفترض افتراض جدلي، افرض عندنا دلوقتي مشروعين، مشروع س ومشروع مثلا ص. المشروع س اعطاني هذا الرقم اللي هو 329.6، والمشروع ص هنفترض جدلا ان هذا المشروع ص بعد ما عملت الجدول الخاص له طلع مثلا 500. اختار المشروع س ولا المشروع ولا المشروع الجديد اللي انا بقترحه من راسي اللي هو ال 500؟ لا، في الحاله دي هختار المشروع ص. لماذا؟ لانه صاحب هيكون صاحب اكبر صافي قيمه حاليه، يبقى وفقا لمعيار صافي القيمه الحاليه نختار القيمه الموجبه. طب افرض المشروعين او عندي فكرتين او عندي ثلاثه افكار كل مشروع له قيمه، ففي هذه الحاله عند الاختيار بين البدائل الاستثماريه نختار المشروع صاحب اكبر صافي قيمه حاليه. طيب المعيار اللي بعد كده معيار اسمه معيار معدل العائد الداخلي. طبعا معيار معدل العائد الداخلي، معيار معدل العائد الداخلي ما هو يعني لا يختلف كثيرا عن معيار صافي القيمه الحاليه. فاذا كان صافي القيمه الحاليه ياتي بالطرح بين التدفقات الداخله مع التدفقات الخارجه، يعني كنت بقول ما هو الا مجموع القيم الحاليه للتدفقات النقديه الداخله ناقص القيمه الحاليه للتدفقات الخارجه اللي هو مجموع اللي انا عملته القوس الاحمر هذا ناقص الرقم الاخضر اللي هو التكاليف الاستثماريه. لا، في معدل العائد الداخلي مش هتبقى علاقه طرح، ده علاقه قسمه، يعني هو زيه بالظبط، ولكن الفرق بينهما في الحسابات ان احنا بدل ما بنطرح بنقسم. هنقسم مين على مين؟ هنقسم الداخله على الخارجه، مش هنقول الداخله ناقص الخارجه، لا لا لا، ده في صافي القيمه الحاليه. اما في معدل عائد في معدل في معدل في 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 دليل الربحيه، معيار دليل الربحيه، معيار دليل الربحيه هنقول الدخله تقسيم الخارجه، فبنكتب المعيار بتاعنا على النحو التالي.